احنا لو نحط ايدينا بايد الخليج والسعوديه ها شوف شوف السعوديه صارت ها والله احلى من اوروبا. السعوديه عندها استعداد ها تسوي لنا العراق مثل السعوديه. شو رايتنا هيك ونصير مثل السعوديه وتطورها؟ مين احكي لك مين ابدي لك من شوارعها وبناها التحتيه بحيث يقول لك شوارع بالمملكه ملونه مو مثلنا شوارعنا سود؟ تقول له ليش؟ يقول لك ها حتى الشارع يعكس أشعة الشمس ويقلل من حرارة التبليط اللي ممكن تأثر على نفسية المواطن السعودي. شايفين هيك شغل؟ هاي غير الفلل اللي إذا صار عمرك 15 سنة غصبا عليك تطلع من أهلك وتستلمها حتى يعلموك على تحمل المسؤولية من أنت وصغير. شو حتشيلكم لو على منظومة التبريد؟ لو على الماي الآرو اللي يوصلهم بالبوري؟ قضيتنا لسلمان، ما عاد اللي معانا سلمان ان شاء الله ربي يطول عمره. العود والمرقب والشميسي ومنفوحه والديره من اشهر احياء الرياض زمان، واللي تبعد مسافه بسيطه من اماره منطقه الرياض وبعض الجهات الحكوميه. شنو هالتطور؟ شنو هالنظافه؟ يبغالها يعني نفط كامل كل الحي من اول لنهايه. يعني لو جاء مطر والله ننحبس بيوتنا، حتى الصلاة نصلي في بيوتنا. والله احلى من اوروبا السعودية. تمرح علينا الاسطوانات غاز حقة الغاز، ادور كذا ادور كذا عندي البنت تلعب، اقول كذا ولا اروح واشتري راحت راي خلف. على حقي لا انشل والممر اللي علي انا وانا اجيبه وانا اجيب المبالغ بس. شوف شوف السعودية صارت. لا العود ولا الصالحية ولا هذه ما عاد حد يقدر يمشي فيها، حتى الشماط ما نقدر نطلعها على جنوبنا تحت العباية. احنا داخلين على حكومة من سعود، واحنا يعني من بناته هون، ما احنا يعني من برا يعني من أجانب. وأسلاك كهرباء منتشرة وخرابة بكل مكان. بس لحظة اخوان، هوب، ترى هذا اللي شفتوه مو عبالكم هاي بيوت مال ناس فقراء ما عدها يبنون بيوتها وبنص الرياض اللي هي عاصمة المملكة العربية السعودية. لا 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 لا، البيوت هاي تراثية معتزين بتاريخها ومسجلة باليونسكو، إذا صلحوها تنشطب من قائمة التراث العالمي. دليل أنه ساكنين هاي البيوت هم من أغنى عوائل المملكة. المشاهد اللي راح نشوفها في المقطع هذا من في الصومال، هذه بالسعودية في وسط الرياض، الحي حي الجرادية يبعد عن مركز الرياض بالكثير 5 كيلو. شوي اصبر، العوائل ينتظرون التفطير التابع لجمعية ميكال الخيرية. التفطير هذا تقريبا من أكثر من 20 سنة كل العوائل محتاجة. وهذه الآن آخر حبة، آخر حبة دجاجة تم توزيعها. إلى الآن انظروا للنساء أكثر تقريبا من 70 حرمة ما استلموا وجبة الإفطار اليوم. نرجو من الأخوة الدعم ودعم الجمعية معكال، عندها عجز السنة هذه أكثر من 60 أو 70 حرمة. زين إذا هاي بعاصمة المملكة الناس كاتلها جوع وما لاقي اللقمة، يمكن ببقية المحافظات يركضون بالصحراء يدورون لهم على ضب ياكلوه ويسدون جوعهم. ضحك سلمان والله. لا شو القنوات الفضائية يطلعون السعودية عبالك النمسا ومواطنيهم ما عندهم شغل وعمل غير بس يحضرون أغاني عبد المجيد عبد الله ومحمد عبده. شرفكم هذا حال الدولة الثانية بإنتاج النفط عالميا. تبون الطامة الكبرى، في بعض العائلات يبيع الأب عرض حريمة عشان فلوس. اسمع، أيضا وجد من يبيع للأسف أرضه، وهنا هو هذا السبب الحقيقي لمفاقس الأرض والانتحارين اللي كانت تجينا من المملكة العربية السعودية. تخيل واحد توصل به في عرضه حتى يشبع بطنه لو يسد جوع أطفاله، ما تريد على مود 500 دولار يلبس حزام ويجي فجر بنصنه.